أظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته شبكة CNN الأمريكية أن طريقا يعمل الجيش الإسرائيلي على إنشائه ويقسم قطاع غزة إلى قسمين ووصل إلى ساحل البحر المتوسط. يأتي ذلك فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن هذا الطريق هو جزء من خطة أمنية للسيطرة على المنطقة لأشهر وربما لسنوات قادمة. كان الجيش الإسرائيلي قد لفت إلى استخدامه الطريق ليكون موطئ قدم لعملياتها في المنطقة للسماح بمرور القوات والمعدات اللوجستية.